لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فمن كتاب الطريق يا ولد الصالح نستكمل إن شاء الله تعالى التربية النفسية في مرحلة الطفولة. فمن أسباب البناء النفسي الصحيح للطفل ملاعبته بحب وسرور وفرح ومجاوبة، يعني لا بد من ملاعبة الصغير وإظهار الفرح والسرور بذلك، وأن يجاوب الطفل الصغير في ألعابه، فهذا يشعره أنه مرغوب فيه فيزيد من نشاطه ويشجعه على الاختلاط بالناس. يعني لعب الطفل هذا له ثمار جيدة. فاللعب الأول يكون في البيت، وتكون بملاعبة الأم لصغيرها، ملاعبة الأب لصغيره، هذا يزيد من نشاطه، كما أنه يشجعه على الاختلاط بالناس، وكذا يشجعه على الشجاعة الأدبية، بحيث يعبر عما بداخله بطلاقة دون خوف من أحد. إذن الوقاية من التلعثم وأمراض الكلام ونحو ذلك يكون بهذا السبب. فملاعبة الصغير بحب وسرور هذه تجعل عنده الشجاعة الأدبية التي تجعله يعبر عما بداخله دون خوف، ولنا في المواقف النبوية التي مرت بنا أسوة وقدوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يلاعب الحسن والحسين رضوان الله عليهما. وكذا لا بد من التصابي للطفل. التصابي يعني يصغر الأب نفسه لابنه كأنه صبي يلعب معه، فلا بد من التصابي للطفل. وهذه المواقف النبوية الشريفة زجر لهؤلاء الآباء الذين يظنون أن الرحمة خور، الرحمة بالطفل ضعف، وأن التصابي له تدليل، فلا يرى ولده منه إلا العبوس والزجر وكسر النفس الذي يؤول بالطفل إلى الانطواء والوحدة والتلعثم والضعف، وهذا كله مذموم وخلاف الهدي النبوي الشريف في تربية الأطفال. وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، فقد كان ضحوكا بساما صلى الله عليه وسلم. يقول جرير رضي الله عنه: ولا رآني إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة عدد كثير،
فيقول جرير رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رآه مرة قط وإلا وتبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وعمر رضي الله عنه كان جبارا في الجاهلية، وروي عنه أنه وأد بنتا له. ماذا يقول عمر رضي الله عنه في تربية الطفل؟ ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي، أن يكون في أهله يعني بين زوجته وأولاده كالصبي، أي في الأنس والبشر وسهولة الخلق والمداعبة مع أولاده، يعني يكون عنده أنس، تبسم، بشر، وسهولة في الأخلاق، وكذا في المداعبة مع الأولاد. فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. إذن لابد أن يفرق الرجل بين المواقف، فأما في تحمله المسؤولية وخارج بيته فهو رجل، إذا كان داخل بيته فإنه يتصادى لأهله، يعني يكون بينهم هاشا باشا مبتسما رؤوفا رحيما، وتكون أخلاقه سهلة، ويداعب زوجته وأولاده. استعمل عمر رضي الله عنه رجلا، فحدث أن عمر رضي الله عنه كان يقبل صبيا له، فقال الرجل: تقبله وأنت أمير المؤمنين؟ لو كنت أنا ما فعلته. فقال عمر: فما ذنبي إن كان الله نزع من قلبك الرحمة؟ إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء، ونزعه عن عمله، يعني أقاله من عمله، وقال: أنت لا ترحم ولدك فكيف ترحم الناس؟ يعني الذي يرحم ولده يرحم غيره، أما إذا كان لا يرحم ولده لا يمكن أن يرحم الناس، لأن في قلبه قسوة، هذه القسوة ستكون في بيته وفي ولده وفي غيرهم. فعزله عمر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة رضي الله عنها، يسابقها يعني يجعل بينه وبينها مسابقة جري، كما حدث في أحد الغزوات، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي: تقدموا، ثم قال: هيا أسابقك. فسبقته عائشة رضي الله عنها لأنها كانت صغيرة. قالت: فلما حملت اللحم، كبرت، كان عائشة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها 18 عاما رضي الله عنها، فسبقته فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك. فلننظر إلى عائشة، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة، يسابق زوجته عائشة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يسرب لها صديقاتها ليلعبن معها، لأنها كانت صغيرة السن. وكانت عائشة رضي الله عنها عندها بناتها، البنات اللي هي اللعب، تلعب بها عنده، فكان صلى الله عليه وسلم
يقدر سنها الصغير. وكان صلى الله عليه وسلم يزور أم سليم في بيتها، وفي البيت أبو عمير، أبو عمير ابن أبي طلحة، أبو عمير صغير، هذا الصغير الذي مات. وقصة أم سليم رضي الله عنها معروفة، أنها تزينت لأبي طلحة ثم وقع بها ثم أخبرته بموت ابنه. هذا هو أبو عمير. أبو عمير كان له عصفور صغير يلعب به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زارهم يقول له، يلاعب طفل، يلاعب طفل، يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير اللي هو اسم الطائر الصغير، يلاعبه النبي صلى الله عليه وسلم، يلاعب الطفل الصغير، يتصادى له، يقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكان صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان وهم يلعبون فيلقي عليهم السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يلاعب الصغير ويداعبه بالكلمات الجميلة. والطفل لا شك أنه يحب ذلك ويعجبه. هذا كله يسوي لنا بناء نفسيا سليما متينا بعيدا عن الأمراض النفسية التي قد تكون من ضد ذلك. فأم خالد رضي الله عنها تقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل، كانت صغيرة، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي. وده سنة، الدعاء ده سنة، فمن رأيناه يلبس جديدا نقول له: أبلي وأخلق. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي. رواه البخاري. وقال في رواية له: قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. وسنة باللغة الحبشية معناها الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم داعبها بهذه الكلمة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، يعني زجرني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها، طال عمرها، طال عمرها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يلاعبها ويقول لها: سنة سنة. الكلمة كلمة باللغة الحبشية بمعنى الحسنة. فبالله عليكن، هل ينسى الطفل هذا الحنان أو هذه المواقف التي تنبع بالحنان والرحمة؟ لا يمكن. ما أثرها على نفسه وما أثرها فيما بعد على من غمره وأشبعه بهذا العطف والحنان؟ لا شك أنه بر وإحسان. فالطفل عندما يتذكر هذا يزيد بره وإحسانه لوالديه، لمن غمره بهذا الحب والعطف. كذلك من التربية النفسية أن يخرج بأولاده إلى متنزه خال من المنكرات فيلاعبهم ويسابق بينهم ليعلمهم أدب اللعب. يعني اللعب هذا له أدب، اللعب هذا له أدب،
وله أخلاق. هذا ضاع إلا من رحم الله تعالى، كما نرى في الألعاب الآن ومسابقات الكرة، سب وشتم وغيبة ونميمة وعصبيات جاهلية، وقد يتقاتل الناس فلان أهلاوي وفلان زملكاوي وفلان يشجع البلد الفلانية وفلان يشجع البلد الأخرى، ونجد بين هؤلاء تراشق وسب وشتم وعداوة وضغينة عياذا بالله. وكل هذا زرعه الاستعمار في شعوب المسلمين ليلهيهم عن غاياتهم وعن الواجبات التي كلفوا بها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن السعي لإقامة الدين والسعي في مصالح المسلمين إلى آخر ذلك. لكن الإسلام جاء بأدب حتى في اللعب، هذا لا بد وأن يغرس في نفس الطفل. من الذي يغرسه؟ أبوه يأخذ أولاده ويلاعبهم أمامه، يلعبون، يعلمهم الأدب، أدب اللعب، عدم الغضب، إن اللعب هذا لا يوجب غضبا، إنه يغضب ويسب ويلعن ويشتم إلى آخر ذلك، يبقى من عدم الغضب. والحرص على أخيه، الحرص على أخيه ليس كما نرى وإنه هو ممكن يؤذي أخاه الذي يلعب معه، ممكن يكسره، ممكن يحدث له عاهة تجعله يعيش بعاهة بقية عمره من أجل كرة، من أجل لعب وله. يبقى أنه يكون حريص عليه لا يؤذيه، وعدم إيذائه، وعدم التعصب، والفرح لأخيه إن غلب، يعني لو أخوه غلب يبقى فرحان. كل هذا يقوي آصرة الأخوة والمحبة بين الناس، كل هذا يقوي آصرة الأخوة والمحبة بين الأولاد. كذلك يخاطبه بيا بني، يا حبيبي، باسمه، يعني ما يناديش على ابنه ويقول له يا ولا يا بيت، إنما يناديه باسمه، اسم محمد يقول له يا محمد، اسمها مثلا مريم يا مريم، يبقى يناديه باسمه، وده هذا مهم جدا جدا في التربية. إذا يناديه باسمه أو بلقبه، يعني لقبه بلقب أو كناه بكنية أبو فلان. الرسول صلى الله عليه وسلم طفل صغير يقول له يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لم نرى أبدا في السلف إن واحد ينادي ابنه يقول له يا ولا، ولا أقول لها يا بت، إنما في احترام. الولد يربى على أن يحترم نفسه ويحترم غيره. فهذه المنادى يا بني يا حبيبي يا فلان تربي في نفسه الشفقة والرحمة واستمالة القلب لسماع ما ينفعه، تنشئ في الطفل احترام نفسه، يبقى محترم معتزا بنفسه، وكذا تنشئ فيه أدبه مع الكبار فيناديهم بالألقاب المحترمة التي تدل على أنه محترم ومؤدب، فيقبل بين الناس ويقبلون عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أنسا فيقول له يا بني، فعن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني، رواه مسلم. وقال لابن عباس رضي الله عنهما يا غلام،
وقال لأبي عمير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فهذا من الأهمية بمكان في التربية. كذلك أن يعطيه حقه وأن يستأذن في حقه إن كان سيعطيه لغيره، يعني له حق يعطيه حقه، له حق ويريد أن يعطيه لغيره يستأذنه، لأن الطفل يستأثر بحاجته. الطفل عنده استئثار، يحب أن يستأثر بحاجته، فإن أخذت من دون استئذانه قد يأخذها في نفسه، وقد يشعر بظلم، وقد يبغض من أعطيت له دونه، خاصة إن كان أخا من إخوانه. وهذا نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ يعني كبار، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، أي وضعه في يده. رواه البخاري ومسلم. الأحق بالشراب هنا الذي على اليمين، لكن على اليمين غلام صغير. عن اليسار، عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياخ كبار في السن، فرسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنه: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. إذن الاستئذان هذا مهم جدا جدا، الأدب من البيت. والطفل عنوان بيته، ما يظهر على الطفل هذا عنوان بيته، فمهم جدا جدا أن يكون في البيت أدب واحترام واستئذان ونحو ذلك. كذلك من أسس البناء النفسي ألا نكثر من لومه وعتابه، ألا نكثر من لومه وعتابه، لأنه يزيد من عناده وفعله القبيح. كثرة اللوم، كثرة المعاتبة تولد عند الطفل العناد، وتجعله يزيد من أفعاله القبيحة، كما أنه يهون عليه سماع الملامة، ويضيع هيبة كلام الأبوين عنده. ولنا أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أسوة في ذلك. فعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. فما قال لي أف، أف اسم فعل مضارع بمعنى الضجر، يعني واحد لما يضجر من فعل إنسان يقول أف. ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، وأنس كان صغيرا رضي الله عنه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهذا متفق عليه. عدم الإكثار من العتاب واللوم يربي في نفس الطفل الحياء،
وينمي الفضيلة والانتباه والملاحظة بشرط. يعني هذا لن ينجح إلا بشرط: الالتزام معه منذ البداية بالتوجيه والإرشاد، وعدم ترك ثغرات أو فعل مخالفات أو السكوت عن محظورات. فإذا سكتنا وتهاوننا وقصرنا، فإذا أردنا أن نعالج يكون الوقت قد فات. إنما لابد من الانتباه جيدا للطفل، والطفل ليس ساذجا كما يظن بعض الناس، بل هو يفهم جيدا ويفهم كيف يتعامل. ومن ثم فلا بد من الالتزام معه من البداية بالتوجيه والإرشاد، ولا نترك ثغرة ولا نفعل مخالفات أو نسكت عن محظورات. فهذا باستمرار سيأتي إن شاء الله تعالى بثمار طيبة. ومهم جدا في التربية التعاون والتكامل بين الأبوين. فالأم تخوف الطفل بالأب، الأم تخوف الطفل بالأب، يعني سأقول لأبيك إن فعلت كذا، إن لم تفعل كذا. وينبغي أن تكون حازمة، إن لم يفعل تبلغ أباه. وأبوه لابد وأن يتخذ موقفا حازما. التكامل في التربية ومعرفة أن التربية مسؤولية مشتركة بين الأبوين، هذا هو الحصن والجدار الذي لا يمكن أبدا أن ينكسر في تربية الأولاد. فالأم تخوف الطفل بالأب وتزجره عن القبائح وألا تخفي شيئا عن أبيه، فيتفاقم الخطأ ويصعب العلاج. ده مهم جدا. بعض الأمهات مثلا الأب ممكن يكون شديد، الولد أخطأ فتخفي ذلك عنه خوفا على طفلها، هذا خطأ. الأب يوجه، ينصح، يذكر، وإن التربية تكون لا تكون بالعنف، والتربية لابد فيها من حب وحنان وعطف وتربية شمولية. لكن الطفل أخطأ، لابد وأن يعلم أبوه خطأه، ثم يكون التصرف الصحيح، ويكون بالتشاور بين الأبوين الأب والأم كيف يتعاملان معاملة صحيحة مع خطأ الطفل هذا. كذلك أيضا من أسس البناء النفسي أن يؤكله لتعليمه وتوجيهه، أن يؤكله لتعليمه وتوجيهه. يعني يؤكله يعني يأكل معه، الجميع يأكلون في مكان واحد وعلى مكان واحد ومن طبق واحد. بعض البيوت، وده خطأ كبير جدا، تجعل كل طفل يأكل بمفرده، أو كل طفل له طبق بمفرده. هذا خطأ، لأن هذا الولد لن يتعلم أدب الأكل، ولن يتعلم أخلاق الإيثار،
هذه الأخلاق لن تكون إلا من الأكل في جماعة. يبقى الأب والأم والأولاد بيأكلوا في مكان واحد ومن طبق واحد حتى يربيه ويعلمه أدب الطعام. فعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر هو ابن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحف. إذن كله بيأكل مع بعضه، كله بيأكل مع بعضه، الرسول صلى الله عليه وسلم بيأكل معاهم من صحفة في مكان واحد طبق واحد، فكانت يده تطيش في الصحفة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، يعني ما تيجي تأكل أدب الأكل سم الله، قل بسم الله وكل بيمينك. يعود الولد أن يأكل بيمينه، لا يجوز الأكل والشرب بالشمال، لأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، فيعود على اليمين. وكل بيمينك وكل مما يليك، يأكل من قدامه، ما يتعودش ان هو يروح ياكل من قدام حد، الحته اللي قدامه في الطبق ياكل منها. ان كانت اطباق متنوعه نعم ياكل من هذا الطبق ومن هذا الطبق ومن هذا الطبق، نعم، لكن من امامه. يقول عمر: انظرنا للتربيه واثر التربيه، فما زالت تلك طعمتي بعد. رواه البخاري ومسلم. الأدب أثر فيه، يبقى صار بعد ذلك عندما يأكل يقول بسم الله، يأكل بيمينه، يأكل مما يليه. فهذه آداب يعود عليها الصبي، ويعود أيضا إذا طعن في الطفولة، يعني كل ما تكبر بالسن في الطفولة، ألا يحدق النظر إلى الطعام، يعني ما يبصش للأكل قوي، ألا يحدق النظر إلى الطعام ولا إلى غيره ممن يأكل معه، يعني ما يبصش لحد بيأكل إزاي، ما يبصش للي بيأكل معاه بيأكل إزاي، ولا إلى غيره ممن يأكل معه، ألا يسرع إلى طعام قبل غيره. ده أدب. يبقى لما يجي يقعدوا يأكلوا كلهم مع بعض، مين اللي يبدأ بالأكل؟ الكبير، الأب هو اللي يبدأ يقول بسم الله، يبدأ هو اللي يأكل، وبعد كده كله يأكل. لكن مش ليس من الأدب الأكل يتحط وهو يقوم جاي مادد إيده داخل يأكل، يبقى لازم يعلم هذا الأدب. هذا كله هذه كله آداب، ولأننا عدوا للمجتمع، لأنه سيخرج بعد ذلك إلى مجتمع وسيتعامل مع أناس وسيأكل معهم، فلا بد وأن يخرج بهذا الأدب من البيت، أن لا يسرع في الأكل، وأن يجيد المضي، وأن لا يوالي بين اللقم، لأن في ناس تانية بتاكل معاه، ما هو لو قعد ياكل ورا بعض يبقى الناس التانية مش هتلاقي تاكل، يبقى لازم خد لقمة لازم ياخدها كده ويمضغها وينتظر ويشوف غيره بياكل معاه، مش انه هو ياخد الاكل لنفسه ويستأثر لنفسه، وكده يبقى عنده عياذا بيتربى فيه ده الطمع والأنانية، ويبقى أناني أهم شيء أنا، إنما يربى على ذلك، يقول له انتظر عشان في غيرك بياكل، سيب أخوك ياكل، سيب أمك تاكل، يبقى يربى على ذلك.
ألا يلطخ وجهه وثوبه بالطعام، ألا ذم طعاما. دي مهمة جدا جدا، ألا ذم طعاما. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يذم طعاما قط، إن اشتهاه أكله، يبقى إن اشتهاه أكله وإلا تركه. الولد يتعود إن هو ما يذمش أكل، دي مهمة، وإلا لو الولد اتعود على كده هيبقى عذاب لأهل البيت. الولد يكبر شوية يقول لهم إيه، وما فيش إلا الأكل ده، أنا عايز أكل كذا، أنا عايز الأكل ده أنا بحبوش، أنا عايز أكل تاني، وممكن يكون الأكل ده مش في المقدور، ممكن ما يكونش قدرة أبيه إنه يشتري له الأكل اللي هو عايزه. إنما لما يعود الطفل إن الموجود يأكله يجبر على كده، الموجود يأكله، لا يذم طعاما. وكذا أيضا أن يعود أن يؤثر غيره ببعض طعامه. الإيثار بقى، الإيثار بيجي من الأكل، خلي بالكم الإيثار ده خلق بيتربى عند الأكل، أن يؤثر غيره ببعض طعامه. خير وسيلة في ذلك هي القدوة، السلوك العملي من الأب. يعني يجي الأب مثلا يقوم جاي واخد من نصيبه في الأكل، يدي ابنه يقول له خد دي، يدي زوجته يقول له خد دي، وكل ولد من كده يبدأ يدي خد انت دي ومنه. يتعود الولد لما بعينه شايف انه هو من نصيبه يعطي أخاه وأخته وأباه وأمه، فيصير عنده هنا إيثار، يصير عنده إيثار. وكذا حب يشاع بين أفراد الأسرة يتعدى فيما ذلك فيما بعد ذلك إلى غيرهم. فنجد الطفل هو عمال يعمل كده، يبقى إذن لا هيبقى طماع ولا هيبقى أناني حب نفسه، إنما يحب إخوانه. وأن يعود في بعض الأحيان الطعام الخشن حتى يقوى عوده، ولا يكون الطعام مبلغ علمه. يعني مهم جدا الولد إنه يعود على الطعام الخشن حتى وإن كان أبوه يجد. يعني إيه الطعام الخشن؟ يعني مثلا نفترض عيش بايت يأكل منه، طعام بايت يأكل منه، مع أنه أبوه قادر يشتري جديد، لكن لازم الولد يعود دي ويعود دي، يعود أن فيه يبقى الحمد لله يحمد الله، طب ما فيش يأكل الموجود، لأن الحياة فيها اليسر والعسر، فيها السراء والضراء. ممكن تمر بأيام ويبقى في مكان أصلا مش لاقي يأكل، وليس أمامه إلا هذا الطعام، فيتعود حتى يقوى عوده ويستطيع أن يواجه الحياة. وكذلك مهمة جدا ألا يكون الطعام مبلغ علمه. يعني أما حاجة في الدنيا يأكل يبقى بيشتغل ليل نهار عشان في الاخر خالص عايز يجيب كيلو لحمه ويجيب كيلو فراخ ويجيب مش عارف ايه، اهم حاجه عنده ياكل. لا، الدنيا مش الاكل بس، الدنيا فيه اهداف تانيه واهداف اعلى من الاكل والشرب. الاكل والشرب ده عشان يعيش، عشان يتقوى على عباده الله وعلى السعي في الدنيا وعلى السعي لاقامه الدين ونحو ذلك. يبقى ما يكونش الولد أكبر همه إنه يأكل ويبقى على يريد أن يتنقل بين طيبات الطعام، الصبح يأكل كذا، الظهر ما يأكل غيره، العصر يأكل حاجة ثالثة. لا، يبقى ما يكونش الطعام ده مبلغ علمي، وهذا لا يكون إلا بالتعويض في بعض الأحيان على الطعام الخشن. فإن عمر رضي الله عنه قال اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. نعم.
تخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. وأن يعود حمد الله تعالى في نهاية طعامه، وننبه إلى أهمية الإقناع عند الأمر والنهي. ده مهم جدا جدا، ما نقولش للعيل ده خطأ أو ده حرام ونسكت، إنما نجيبه ونقول له ده حرام لأن ربنا سبحانه وتعالى قال كذا ورسوله صلى الله عليه وسلم قال كذا. هذا خطأ لماذا؟ لأن هذا الخطأ سيؤدي إلى كذا وكذا وكذا. الإقناع مهم جدا مع الطفل، الإقناع هذا خير وسيلة لعدم التمرد والعناد ونحو ذلك. وهذا أيضا نأخذه من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، تمرة صدقة، تمرة من الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها ارمي بها. ثم أقنعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماذا: أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ يقنعه صلى الله عليه وسلم بالدليل، لأن الصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الهدية. فيقول له بعد أن أمره برميها وطفل صغير: أما علمت أن لا نأكل من الصدقة؟ فالإقناع مهم جدا جدا في التربية، وهذا يؤتي ثمار طيبة، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.